استكمالا لسلسله تحديث الريسيفرات، واحنا كنا مركزين على ريسيفرات الاتش دي وخصوصا كل ريسيفرات المعالج سام بلس، قدمنا هنا في القناه ازاي ان انت تقدر تحدث الريسيفر بتاعك من الاو تي زد في عمليه لا تستغرق بالظبط الدقيقتين. النهارده هنخش في جزء جديد او في تكنيك جديد اللي هو ازاي ان انت تحدث الريسيفر بتاعك لو كان معالج عالي. الموضوع ده هيفيدك لو انت عندك الريسيفر في البيت او لو انت راجل بتفكر ان انت تشتغل في المشروع دوت. بعيدا عن التكنيك وكلمة معالج عالي، يشترط معايا ان انت يكون الريسيفر بتاعك بيشتغل بالريموت ده اللي هو الصف واحد من تحت. خدها قاعدة معايا كده زي ما احنا عملنا قاعد ودينا يعني موضوع كده هنتات بسيطة او قوية تعرفنا نوع المعالج. اي ريموت بيشتغل صف واحد على الريسيفر اللي هو موجود عندك فدوت بنسبة 95% ريسيفر من نوع معالج عالي او بالشكل الاسود دوت، المهم ان هو يكون صف واحد. ازاي ان انت تقدر تنزل اندكسات او ملفات ريسيفرات اللي هي من نوع معالج عالي وازاي تحدثها من الاي تو زد، ده اللي احنا هنعرفه النهارده في كورسات اللايف. السلام عليكم، اهلا بيكم، ايه الاخبار؟ طبعا سريعا كده اهم الهنتات اللي احنا دايما بنوضحها اللي هو التركيز رقم واحد، رقم اثنين انساش دعم القناه في حاله لو انت استفدت من المحتوى اللي احنا بنقدمه بلايك او سبسكرايب او كومنت منك كدعم لينا ان احنا نكمل في المحتوى اللي احنا بنقدمه. تاني حاجه قلنا ان احنا هنقدم طريقه تحديث الريسيفرات اللي بتعمل في الموديل صف واحد اللي هو معالج عالي. كل المطلوب من حضرتك ان انت بتوفر حاجه اسمها كابل سوفت. كابل السوفت دوت بيبقى شبيه شويه لكابل الجيجا بتاع الشاشات، ولكن دوت بيبقى اوت بوت. فانت بتروح لاي محل خاص بقطع غيار او اكسسوارات الدش او محل كمبيوتر بتقول له انا عايز كابل سوفت. كابل السوفت دوت يشترط ان انت يكون عندك على جهاز الكمبيوتر وصلة كوم زي ما هوضحها لك دلوقتي في المونتاج، بتوصل واحده في البورده او في الكمبيوتر البي سي والثانيه بتوصل في الريسيفر اللي هو المعالج عالي زي ما احنا هنوضح لك دلوقتي برضو في المونتاج. بعد ما تتاكد حضرتك ان انت جمعت الوصلات ديت او كابل السوفت، بتتاكد ان الريسيفر بتاعك بيشتغل بالريموت اللي هو الصف واحد من تحت زي ما احنا وضحنا. ما دام صف واحد من تحت يبقى معناه ان هو بنسبة 95% ريموت او ريسيفر بالمعالج بتاعه معالج عالي. نخش في الشرح كالعادة سريعا كده. اول حاجة هتعملها هتفتح المتصفح اللي انت بتستخدمه ويفضل ان هو يكون جوجل كروم. طبعا سريعا برضو احنا كنا قدمنا فيديوهات ازاي انت تشترك في موقع مشروع رسالة، وده موقع امن جدا لتنزيل ملفات تحديث الريسيفرات. بعد ما تفتح مشروع سايت بيفتح معاك الويب سايت بالشكل دوت، بتنزل تحت كده بتدور على حاجه اسمها قسم معالج عالي او قسم معالج عالي للريسيفرات الصينيه زي ما هو هيوضح معانا كده. ادي الريسيفرات الصينيه وانا هنا عندي معالج عالي. كل اللي انا مطلوب مني ان انا هدوس بالماوس على كلمه الريسيفرات الصينيه لي معالج عالي. بعد كده بيبدا يحولني على الويب سايت دوت، بلاقي هنا عندي كلمه اسمها ملفات قنوات الريسيفرات الصينيه معالج عالي، برضو هضغط عليها من خلال الماوس. بعد كده هنزل تحت شويه، هنا بنلاحظ بيقول لي احدث 35 ملفات قنوات الاجهزه الصينيه معالج عالي، ومديني التاريخ اللي هو 9/7/2023. طبعا انت بتختار طبقا للتاريخ الاحدث، فانا هختار اللي هو 9/7/2023 لان هو ده احدث حاجه موجوده على الويب سايت اللي هو مشروع. بعد ما بدوس عليه بالماوس بيبدا يدخلني على الاندكسات او الملفات. نركز هنا مع بعض، هنا بيقول لي 35 يعني عدد 35 ملف عربي اسلامي وعربي مسيحي، قنوات دينيه اسلاميه او مسيحيه، بتفرق هنا في ترتيب القنوات الدينيه اني اللي هي هتنزل. طبعا نركز هنا مع بعض، الباقي كله الاندكسات والكلام ده كله مالكش اي علاقه بيه. هبدا احمل الملفات اللي هي الاسلامي مجازا، وبعد ما احملها نركز مع بعض لان اللي جاي دوت الاهم. هنزل ديت دلوقتي مش هحتاجها. هنا بلاقي عندي حاجه اسمها الاس تي بي ابجريد او اللودر. اللودر دوت اللي انت هتشتغل بيه من خلال الكم اللي انا وريته لك من شويه. هبدا برضو احمل اللودر دوت. كده الملفين نزلوا معانا بس طبعا مضغوطين. كل المطلوب منك دلوقتي انا طبعا هنقلهم لكم في فولدر معين لوحده بحيث ان احنا ايه ما نتشتتش في الشرح دوت. هعمل دلوقتي فولدر وننزل عليه الفايلات ديت.
طيب بعد ما بينزلوا او بعد ما بتجيب الفايلات ديت بتبدا ان انت تفك الضغط دوت. انا هنا عندي اكستراكت اتش او فك كل واحد لوحده. المهم ان انت تفك الملفات ديت. بعد ما يتفك معاك هتدخل على اللودر بالشكل دوت اللي هو كلمه ابجريد. هضغط عليها دبل كليك ميخائيل ماوس. وهنا ركز واديني تركيزك بنسبه 100% لان الغلطه هنا بتحرق فلاشه، مش فلاشه يو اس بي، لا كل جوه رسيفر بيبقى جواه فلاشه. فنركز مع بعض. عندي البيم فايل ديت حاجه اسمها البراوز. هضغط على كلمه براوز بحيث ان انا اختار الملفات اللي هي اللي انا نزلتها من الملفات الاسلاميه. طبعا هنا بختار بحدد مكان الفايل اللي هو نيو فولدر 2، وادي هنا عندي ال 35 ملف اسلامي. هنا نركز مع بعض. هنا شوف كل دي كده من 1 ل 35 ايقونات او ملفات تحديث الريسيفر. انت مع الوقت او مع الممارسه هتبدا تفهم اني ملف اللي مطلوب منك. فانا هنا هبدا اختار اي ملف ونشوف هيعمل معانا ايه، وانت مع الوقت هتكتسب خبره وتبقى عارف اني ملف رقم 1 او رقم 5 او اني المناسب للريسيفر اللي بيجي لك. هنا اختار مثلا ملف مجازا عشوائي. بعد ما بينزل معايا الملف بلاقي حاجه عندي هنا اسمها الابجريد تايب. ابجريد تايب ديت مهم جدا 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 ان انت تحولها ل 64 بلس 64. لو ما عملتش 64 بلس 64 الريسيفر بتاعك هيبوظ، فلازم تختارها 64 64 تاني اهي 64 بلس 64. بعد كده هنا عندي حاجه اسمها نيكست اللي هي تحت، وركز معايا بعد ما ادوس نيكست ايه اللي هيحصل. كده انا دوست نيكست. هنا بيقول لي تشيك سيريال بورت ستاتيوس. كل اللي مطلوب منك، ودي برده من التكنيك المهم جدا، ان انت تفصل باور عن الريسيفر، تشيل فيشه الريسيفر وتوصلها تاني، او ان انت في زرار اون اوف في ظهر الريسيفر، تطفي الريسيفر وترجع تشغله تاني. بعد ما تطفيه وترجع تشغله تاني هتعيد نفس الخطوه ان انت تختار الملف وتخلي 64 64 وتقول له نيكست. هنا بيقول لي تشيك سيريال بورت، ولازم يعدي الستيب ديت. استنى نشوف هيعديها ولا لا. كده عدى، كده الملف نفسه ما قبلش. هو هنا بيقول لي تاني هنا كده الملف ما قبلش، فانا كده هبدا اغير نوع الملف تاني او الايزوهية التانية. هختار مثلا ايزوهية اللي هي رقم 3. بعد كده هنا هرجع اقول له 64 64 مهم جدا، واقول له نيكست. هنشوف هيقبل الملف ولا لا. برده نفس الموضوع ما قبلوش. طيب هختار رقم 4 وبرده 64 64 واقول له نيكست، هشوف هيقبله ولا مش هيقبله. برده ما قبلوش. هرجع تاني هختار هنا رقم 5. انا هو اوريدي هياخد الملف رقم 5، بس انا عايز اوصل لك ان انت لازم تجرب الملفات اللي عندك، وانت بالخبره هتعرف اني ملف اللي مطلوب. بعد كده برضه اقول 64 64 وبدوس نيكست ونشوف هيقبله ولا مش هيقبله. ادي كده بيقول ستارت داونلودنج، يعني معنى كده ان هو بيبدا ينزل الملف في القنوات، مفيش اي مشكله. بقول له نيكست تاني عشان يكمل الستبس بتاعته. بعد النيكست الثانيه بدوس كلمه فينيش، ما بدوسش نيكست. الهنتات ديت مهمه جدا. بعد كده هقول له فينيش بالشكل دوت. كده انت الريسيفر اتحدث معاك ومفيش اي مشكله. كده اكون قدمت لحضرتك ازاي ان انت تحدث الريسيفرات اللي هي تخص معالج عالي، او بعيدا عن التكنيك، او بعيدا عن التكنيك اي ريسيفر بيشتغل او بيعمل بريموت صف واحد من تحت، مفيش صفوف تانية، هو صف واحد من تحت، يبقى دوت بنسبة 95% معالج عالي وتقدر تحدثه. الموضوع دوت مهم جدا ليك لو انت حتى بتفكر ان انت تشتغل في المشروع دوت. متنسناش بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس بحيث يوصلك مني كل جديد. ولو عندك اي سؤال اكتبه في قلب الكومنت، ولو عندك اي اقتراح ياريت تقوله لنا. اشكركم جدا والسلام عليكم.